نحن لا نعرف حجم الخطورة على وجه الدقة، لأننا لا نعرف بالضبط ما هو شكل السد النهائي الذي ستبنيه إثيوبيا. وجه الخطورة الحقيقي أن إثيوبيا قررت أن تبني السد دون أن تتشاور مع مصر ودون أن تعطيها كل المعلومات التي تطمئنها إلى أن هذا السد لن يلحق ضررا كبيرا بالمصالح المصرية، وهذه هي المشكلة الحقيقية، وهي تدل على أن هناك أزمة في العلاقات المصرية الإثيوبية ما كان يجب أن تحدث أصلا. لو كانت العلاقات المصرية الإثيوبية علاقات طبيعية كان الشكل الطبيعي أنه قبل أن تشرع إثيوبيا في بناء السد تطمئن مصر تماما إلى أنها تبني سد بمواصفات فنية معينة وأن هذا السد لن يؤثر، ويعني تقتنع إثيوبيا إذا طلبت مصر لجنة فنية لدراسة المشروع المعروض أن تقبل بهذا إلى آخره. لكن المشكلة أنه مصر وضعت أمام أمر واقع، وبالتالي بدأ الأمر وكأن إثيوبيا تخفي شيئا لا تعلمه مصر، وهذه هي المشكلة الحقيقية. نحن لا نعرف بالضبط ماذا تنوي إثيوبيا أن تفعل. في البداية كانت تنوي بناء سد بطاقة تخزينية 15 مليار متر مكعب، ثم ارتفع تدريجيا حتى وصل إلى 74 مليار متر مكعب، والتقارير المتاحة حتى هذه اللحظة تقول أن هناك أضرار كبيرة جدا ستلحق بمصر وربما بالسودان أيضا إذا بنت إثيوبيا السد بهذه المواصفات، خصوصا وأن درجة الأمان فيه محدودة وقد ينهار ويمكن أن يعد انهيار ولا مخاطر لا حصر لها. مطلوب من إثيوبيا أن تطمئن مصر وأن تتيح أمامها كل التقارير الفنية المطلوبة. وأنا قلت في المحاضرة أنه القضية ليست قضية صراع وإدارة الصراع، وإنما هناك إمكانية لتعاون كبير جدا بين مصر وكل دول حوض النيل بما فيها إثيوبيا، وعلينا أن نحول البيئة التي تبدو صراعية في هذه اللحظة إلى بيئة تعاونية. البعض يا فندم اقترح الخروج من هذه الأزمة الحل العسكري، كيف ترى الحل العسكري؟ أنا يعني ضد هذا أو مجرد التلويح بهذا الحل. أولا الحل العسكري فنيا غير ممكن، لن يجدي، سوف يثير البغضاء ويعقد القضية بأكثر مما هي معقدة. نحن في عصر لم تعد تنفع فيه الحلول العسكرية.